حميد، اشنو اللي تبغي تقول في الختام ديال هذه الحلقه؟ وشنو اللي تبغي تقول على جروب مازاغا؟ انا عندي حاجه خصني نقول على جروب مازاغا بعدا، اللي انا الحمد لله دابا انا واحد منهم. ف كاين شي حاجات اللي ما كيعرفوهمش الناس، اللي هما ما كيشوفوهمش الناس، هو ان الدراري استقبلوني بواحد الطريقه اللي هي جد جد اخويه، يعني فتحوا لي يدهم بواحد الطريقه اللي زعما فريمون سام في بليزير. هادو هما الخوت فريمون، وكان انا جو سوي سور كو معاهم ان شاء الله غنمشيو غنعاون فاتراسي ان شاء الله ان لون شومان، ونحاولوا نطوروا بحال اللي قلنا الموسيقى المغربيه في جميع الحلاج ديالها، في الدكاليه، في السوسيه، في الشماليه، وفي الشرقيه. حنايا الحمد لله تجمعنا بصدفه ناس كل واحد من جهه في المغرب، وكنتمناو اننا نكونوا سفراء ديال الموسيقى المغربيه ونوصلوا بها لاعلى المستويات ان شاء الله. والكلمه الثانيه كنقولها للجمهور ديال المستمعين ديال راديو مارس، والجمهور ديال مازاغون، والجمهور ديال حميد الحضري، كنطمئنوهم باننا كاينين، وان شاء الله اون فا اونتامي لا نوفيل اكسبيريونس بزاف ديال الحماس، وان شاء الله كاينين دابا دي دات، وكنتمنى اننا نكونوا عند حسن ظن ان شاء الله. يا سلام. تجميل تلماتي كل مدايس اللاني بسم المعزنين راديو مارس، رمتيني هاتي تربوت المزاغون وهاتي تلاش الحمد لله، هاتي نخدم ان شاء الله نسالا كلا مالي فوركينين قمتنا حميد الحضري ان شاء الله يلو مينو ان شاء الله عارف تخلصي تنح افوركيد على خير حتنا ربي ان شاء الله تنمير تأزول افوس الله ما سمعتك ما مهم راس دموك الدراري. كانوا كنقولوا راني ترجمت شي اللي قال فلان، قال لكم راه كيموت على المغرب وراكي انا عزيز عليه بزاف. هذا العيا انا راه قلت لا انت انت وحدك جوج بينا صافي بوحدنا اللي كيموت عليه. المهم انا كنسمع الببليك ديالنا كامل، ومرحبا بحميد معنا في لو جروب، وكنقول للجمهور انه حنا مازال غنجو، مازال غنقزو جميع، ومازال غتكون نايده بزاف، ومازال غادي نشطو جميع ان شاء الله قريبا ان شاء الله. سيمو سورتو بغيت نهضر مع لي فان ديال مازاغون مباشره من راديو مارس، ونقول لهم انه ميتسناونا مازاغون كيف ما قال نبيل، ديما غادي تجيب الجديد وديما غادي تكون نايضه معاهم في السهرات ديالهم في لي فيستيفال. غير واحد الحاجه اللي يعني اللي كتفرحني بزاف، يعني هني كتعطينا واحد الامل كبير بزاف جميع الفنانه، هو ملي يعني كنلقاو يعني شي ناس بحالك بحال زهير. لا لا يخطيك، شكرا واجد. لا داكشي اللي كاين دابا الحمد لله المغرب ولا واحد المرحله انتقاليه بزاف، يعني الحمد لله ملي كتحسوا بينا راه هذا واحد الفرح اللي هو كبير، وكتشجعونا. يعني راه كنشكر زعما الناس اللي كيوظفوا الناس وكيحطوا الانسان المناسب في المكان المناسب.